أبو رؤوف، أبو رؤوف، أبو رؤوف اصحى، صار الصبح. يا لطيف، جسمي مكسر تكسير. طبعا لأنك نايم على الكنباية مو على تختك. يعني لو بيعملوا عنا مثل دول برا شو كان بيصير؟ يعني شو بيعملوا بدول برا؟ هنيك في بنجلة الأمانات بتحطي غراضك، لو كان 100 سنة ما حدا بيقرب عليهم. وانت شنطتك ما حدا بيقرب عليها، بس انت انسان موسواس. انا موسواس؟ احسن شيء رح احطها بمحل سري مشان اطمن. طالما الشنطاي هون وناس كتير شافوني وانا فايت فيها على البيت ما رح برتاح. وين بدك تحطها؟ عند عماد، ومين ما سألني بقول له رايح رجع على صاحبه. ولا يهمك يا بي، ولا يهمك، اليوم رح تنام قرير العين، طمن الشنطاي بأمان. ما قلت لنا شو فيها الشنطاي يا عمي؟ الله أعلم، أبو همام ما قال لي. طيب نفتحها منشوف شو فيها. لا 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 لا، هاي شنطاي أمانة، الأمانة ما بتنفتح. مشان نعرف شو مخبيين عنا بالبيت. لا 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 أبدا، هاي أمانة، مثل ما بتستلم بتسلم. خلص خلص يا بي، طمن الشنطاي بالحفظ والصون، طمن. المهم ما تجيبوا سيرة قدام حدا، حاكم بهالوقت ما في أمان. واحد بتلاقي ورع وكذا وعامل حاله آدمي بيستناك حتى تدير ظهرك. ولا يهمك يا بي، لا كل لك فكر منه، خلص طمن. وانت كمان ما تجيبي سيرة قدام الجارات، حاكم هدول بيسرسروا كتير. ها النسوان بيسرسروا دغري بيوصل الخبر. حط ايديك ورجليك مي باردة يا عمي، انا اصلا مالي علاقة مع الجارات كلهم. وقدام ابوكي وقدام امك ما تجيبي سيرة منوب، وخاصة قدام ابوكي. معليش عماد، بيمون عمي، بس ممكن اعرف شو ابي؟ لا تزعلي مني، ابوكي ما في منه، بس يعني كتير غلبة شوية، بيتدخل بكل شغلة، وبس يتدخل بشغلة بيصير كونتاك. اتركوا ابي بحاله. خلص ميساء لا تزعلي، الله يرضى عليك يا بي. هو طمن يا بي، الشنطاي بأمان. حبيبي 100 حرامي يفوت ما راح يحسوا عليه اذا التليفون ما عم بيسمعوه. الو عماد، لا تواخذني، بس شفت منام مزعج مو حلو، حبيت اطمن على الشنطاي. لا تقول لي الشنطاي بخير، روح شوفها اذا كانت محلها ورجع خبرني. خلاص يا ابي خلاص، حط السماعه هلا بروح بشوف الشنطاي برجع بقول لك. ما في ان شاء الله ما في شيء. اه ما في شيء، ربي عم يتصل طمن على الشنطاي. تصبح على خير لك. انت من اهله؟ قولي الشنطاي رايحه. شلون يعني رايحه؟ ما طلعنا من البيت بعد ما جابوا ابوك. ميساء ما في شيء بالخزانه؟ رعبتني. ولو مين قال لك هي بالخزانه؟ انا ما حطيتها بالخزانه، لانه الحرامي اول شيء بدور بالخزانه، حطيتها ورا التخت. تعبت، ريحتيني ميساء، والله ابي كان خرب بيتي. رح اروح لو رجعنا. تصبح على خير. انت thank you.
الو مرحبا عماد، لا تواخذني عما ازعجك، بس الحذر واجب. ايش بدي اقول لك؟ لا لا ما في شيء، بس حط كرسي ورا الباب، يعني كرسي ثقيل مو يكون بلاستيك. ايه الله يرضى عليك، تصبح على خير. عماد يفضح حريشك ما بنظرك، شو بدك؟ قوم نام بالبيت، شغل مو مقتل بعض. روح لا خلص كسرت ناقوستي. شو طول بالسهرة مبارح؟ لا بس مبارح أبي ما خلانا نعرف ننام. خير إن شاء الله ما في شيء. لا ما في شيء، بس أبي مبارح حط عنا شنتاي أمانة، كل شوي بيتصل ليعرف إذا كانت مسروقة ولا ما أنا مسروقة. هلكنا. ميسو قومي اشربي قهوة. ماما تعبانة شوي، خليني نام. يو انت جاي تشوفينا ولا جاي تنامي؟ جاي نام. ماما روحي نامي ببيتكم مو عنا. ما عم يخلونا ننام ببيتنا. ليش؟ ام رؤوف عاملة شي شغلة؟ لا ابو رؤوف. شو عامل ابو رؤوف؟ خلص ماما خلص، مشان الله مو عامل شي ابو رؤوف. ايه ما راح اتركك لأعرف شو عامل. بس لا تحكي لبابا، عمي وصاني خصوصي انه ما احكي لبابا. خلاص بوعدك اني ما اجيب سيره. عمي حاطت عنا امانه وكل الليل عم يتصل فينا مشان يطمن عليا، هي كل القصه. هيك ما عم نقدر ننام، ممكن ننام هلا؟ امانه ايش؟ ما بعرف شنتاي. شو فيها؟ ما بعرف، ابو رؤوف ما سمح له حدا يفتحها. ليش شو فيها اذا فتحوها؟ قال ابو رؤوف ما بصير حدا يفتح الامانه. ايه شو هالقلة العقل هاي؟ ايه شو نحن على دور ابو فراس الحمداني؟ بلكي كان فيها مخدرات او شيء ممنوع. ما لازم واحد يحط شغله ببيته بدون ما يعرف شو هي. جميل، نحن ما دخلنا يصطفلوا. ايه لا مو يصطفلوا، اذا فيها شيء لازم يبلغوا الشرطه قبل ما تجي الشرطه بتعمل له كبسه. لك ساعتها ما حدا بينفعه. جميل الله يخليك، لا تحلقنا بلسان ابو رؤوف وام رؤوف. لك روحي فيقيها، خلينا نروح ونعرف شو فيها وما منخلي ابو رؤوف يعرف. انا ما قلت لك لا تحكي له. زلت لسان، قومي اعملي لنا كفين. لا يا انت كبرت القدر ماما، بس انت بتعرفي بابا منيح، ما بدك مني اقول لك. هذا اللي صار، شو بدك تعملي هلا؟ قلي له لحتى يرجع عماد من الشغل، انا بدون علم عماد ما بفتحها. وهلا الله يخليكم اذا بتهدوا بدي نام، ما حدا يزعجني بدي نام. ايه تقبري قلبي نامي. ما حدا عم يرد. بتكون راحت لعند امها، هي اذا ما شافت امها كل يوم ما بيهنا لعيش. ما بصير تترك الشنتاي لحالها بالبيت، هي امانه. وهي شو فارقه معها؟ مو لابوها رح يقولوا له بلا امانه، رح يقولوا لك الك. بدي احكي مع عماد على الشغل. الو ايوه اهلين اهلين برو عماد. أهلين بابا. ليه مزبوط ميساء عند أهلها؟ شو بدك تعمل يعني؟ عم تزورها؟ طيب بابا ما رح يصير لها شي شنتاية؟ طيب خلص هلا بروح على البيت، مع السلامة. رح يجنني؟ شو بو السما وقال؟ اتصل على البيت ما لقى حدا. قال كيف تاركين الشنتاي لحالها؟ خيو حطوا الشنتاي عندي، انا بيتي ما بيفضى حتى اذا طلعت انا وحياه مشوار، القرود بيضلهم بالبيت. ايه اصلا ما حدا بيخوف غير القرود تبعك مروان. انا يلا عن اذنكم. الله معك. لا تغلط عدنان، احكي على قدك. ها كل شيء الا السرقه. صعيب، ولادي بيحكوا كثير ورزلين، بس الحمد لله
الأمانة عندهم بدمهم، حط الذهب قدامهم ما بترف عينهم، إيدهم ما تمدوه عليه. ألو، أهلي حياة، شو وين يعني؟ بالخزانة. لك شلون ما في شيء؟ وين بده يروحوا؟ بلا اللحمة هلا، أنا بس أرجع على البيت بعمل تحقيق وبشوف مين الفاعل. بسيطة، الله يصحك يا حياة. خير يا طير. منين بده يجي الخير؟ حاطين المصاري بالخزانة راحوا. شو نازل حرامي عامل سطوة على البيت تبعك مروان؟ حرامي شو يا رجل؟ مين هالحرامي الغبي اللي بده يغامر مشان 300 ليرة؟ لكن وين بدهم يكونوا المصاري رايحين مروان؟ وين بده يروحوا يعني؟ ما في غير هالقرود تبعي، بيكونوا شافوا أمهم وقت خبتهم. إيه؟ الله يصلحها حياة، الله يصلحها ويصونها، ما بتطلع حواليها وقت تخبي المصاري. إيه؟ ليش بالعادة أولادك بيمدوا إيدهم؟ إيه؟ هو تاريخ عريق. وهي الشنتاية يا بي، طمنت؟ اطمنت، الحمد لله. أنا لك ابني لو كانت الشنتاية مو أمانة ما بينشغل بالي عليها، لو كانت إلي الله لا يردها، بس هي أمانة الواحد بينشغل باله. المهم ترتاح هلا، ارتحت؟ الحمد لله. إيه الحمد لله، عود يا بي ارتاح لحتى أسوي لك قهوة. لا 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 لا، بدي روح، ما نمت امبارح بالليل. إذا بدك تتمك هيك يا بي بهالوسواس بحياتك ما رح تنام، شيل هالوسويس من راسك مشان تنام. تركني. وينك عماد؟ إذا كان بدكم تروحوا وتتركوا البيت فاضي، خليني آخذ الشنطة وحطها بشي محل أمن عليها. يا بي، من اليوم ورايح ما رح نترك البيت فاضي، وإذا ميساء بدها تروح على بيت أهلها، ما بتروح لحتى أجي من الشغل، تناوب يعني. لأنه لك ابني هي الشنطاية أمانة، أمانة الواحد بيضل باله مشغول عليها. لو إلي ما بتفرق معي، بس أمانة. فهمت يا بي، فهمت، على شو بدك أحلف لك إنه فهمت؟ خلاص فهمت. لا تقول لي بعرف وما بعرف، ما اجى العصفور اخذ المصاري مروان. بس خلص حياة، ولكن خلاص ما اجى العصفور اخذ المصاري، المصاري بدهم يطلعوا، يا انت يا جندل، فاعترفوا ووفروا على حالكم كل واحد كم خيزرانها. هيثم اللي اخذ المصاري. شفته؟ ما شفته، بس مو انا اللي اخذته. ابي على شو بدك يعني احلف انه انا ما دخلني؟ ما دخلك يا حيوان، ما هيك؟ ما دخلك مو؟ طب ليش مصدق جندل وما لك مصدقني؟ بركي جندل عم يكذب مشان يفوت بجلده. ولا جندل؟ احكيها، اعترف، لا تخليني اقتلي باخوك ظلم. ابي، شي مرة كذبت عليك انا؟ شي مرة لا، بس شي 100 مرة ايه. خلص مروان، 60 عمرهم 300 ليرة، الله بيعوضنا. هلا شايفتيني مشان 300 ليرة انا؟ كل هالقد بخيل يعني؟ لكن مشان شو؟ عاملين شي شغلة تانية؟ لك انا مو مشان 300 ليرة عم عاقبهم، مو لأنه راح 300. بس مشان يبطلوا هالعادة، أول مرة بيسرقوا 300، بعدين بيسرقوا 1000، بعدين بيعملوا لهم سطو على شي بنك، عرفتي ليش هلا؟ طيب معلش تقبرني، تأكدوا بعدين نضرب، مو تعمل مثل هدوليك، المهم ضربنا وفشينا خلقنا، وبعدين لحتى سألنا. شو صرتي تفهمي بالسياسة مثلك مثل غيرك هلا؟ كلكم صرتوا تفهموا؟ مين يعني؟ مين أخذهم؟ إجا الغريب أخذهم؟ لا لا عمي، الله يرضى عليك، غيرنا هالموضوع. هلا ما صفي عندنا غير حديث الشنتاي نحكي فيه. عماد، انت ليش احيانا مخك بسكر؟ انا بقول لك افتح الشنتاي مشان نسرقها. لا بابا، عماد مو هيك قصده، انت كبير القدر طبعا. ايه بعرف مو هيك قصده، بس معنات الحكي. عمك خايف عليك وحابب يطمن. ما في شيء بيخوف، ما في شيء، ما في شيء، ما تعمي، طمنوا طمنوا. شو اطمن ما اطمن؟ بهالوقت ما في امان بنوب، بجوز تندم كل حياتك اذا ما فتحت الشنتاي هلا. خلص بابا، شو بده يكون فيها يعني؟ لك بجوز يكون فيها مخدرات، جوزك بيروح فيها مؤبد. ولي؟ شو مؤبد مخبز مخدر؟ ولي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طيب طيب بركي عارف ابي؟ لك ابوك شو بيعلم بالغيب؟ نحن ما رح نقول له. ميساء، ميساء روح جيب الشنتاي. عماد لا تزعل مني، انا مشارك عم بحكي، الواحد لازم يدير باله. عماد، عمك ما بده اياكم تتورطوا بشغله ما لكم فيها. بعرف مرت عمي، بعرف، بس انا وعدت ابي ما نفتحها.
هاي الشنطاية. ولي أبي معه حق، الشنطاية مسروقة، أكيد حدا فايت على البيت بغيابك لك ميساء. شلون مسروقة يعني؟ فرجي شوفي. شفت؟ منيح اللي فتحنا هلا قبل ما يرجع صاحبها. طمنتني الله يطمنك، شو فرقت يعني؟ إيه فرقت كتير، هلا في عنا وقت نتصرف. ولي بس يعرف أبي رح ينجلط. آخ آخ، ضروري تروحي على بيت أهلك أنت. شو أنا بعلم بالغيب؟ رح أخبر أبي، خلينا نشوف شلون بدنا نتصرف. هذا اللي كنت حاسب حسابه، كل هالمنامات ما اجتني عن عبس. وشو بدك تعمل هلا؟ شو بدي اعمل يعني؟ بدي اخبر الشرطة. علق، الو، شرطة في خدمة الشعب؟ لك حاجة بقى مروان، ما نهد حيلك، أنا عن نظر ما عاد أقدر أتحمل شبك. ارتحت، لك خلصنا بقى. لك خلص بقى. اعترفوا لحقي، اعترفوا لها، اعترفوا لها. دخيلك يا ابي هلك اثنين ما عاد اقدر اتحمل. بدي اقدم القرود فيك يا كلب. خلص مروان، خلص بقى حاجة ارتاح. طيب ما وجعتك ايدك؟ ما وجعتني ايدي، ما وجعتني، ما بتوجعني لحتى يعترف هذا الكلب. انا شو بدي احلف لك انه مو انا؟ بابا، انا اللي سرقت المصاري. انت؟ هي انا. شفتي؟ يا عيب الشوم عليك، لك تفو عليك، هي ترباية هي، عيب الشوم. آسف أمي، ما عليك. وين رحت المصاري ولا؟ وين بدي روح فيهم يعني؟ صرفتهم على ملذاتي الشخصية. ملذاتك الشخصية يا كلب؟ هلأ صار وقت الفلقة. وشو محتويات الشنطة؟ ده سيدي ما بقى. الحقيقة ما بعرف. ما بتعرف؟ مين بيعرف؟ آه؟ يعني هي الشنطاية بصراحة سيدي أمانة ومعلومك يعني بلا معلمية عليك يعني الأمانة ما بتنفتح. هلا أنا ما بتهمني أمانتك، أنا بدي أعرف على شو بدي دور. والله بصراحة سيدي أنا يعني ما بقدر فيدك. ما بتقدر تفيدني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هلا أنا ما بدي أعرف على شو بدي استند بتوجيه التهمة. آه سيدي يعني شو بدي أقول لك، نحن خبرناكم بس مشان تكونوا بالصورة. طيب أنتوا بتشكوا بحدا؟ شك أعوذ بالله، أعوذ بالله، شو نشك بحدا سيدي؟ أنا ما بشك بحدا، إن بعض الظني اسمع. أعوذ بالله، شو نشك بحدا؟ ماذا؟ طيب مين بيعرف إنه أبو همام حط الشنطة عندكم؟ كتار سيدي كتار، أبو همام عطاني الشنطة قدام 100 زلمة بالقهوة وكان عم يحكي بصوت عالي، بس ما حدا بيعرف إني أخذتها لعند ابني. وانت ما خبرت حدا؟ ابدا، ما حدا بيعرف غير انا وام رؤوف. ام رؤوف، ام رؤوف، انت خبرتي حدا شيء؟ انا ما جبت سيره الا قدام ام عادل، وما بظن ام عادل تعمل هالشغله. هلا منشوف. صابر. نعم سيدي. روح جيب لي ام عادل. حاضر سيدي. شلون اخي، ان شاء الله صارت احسن؟ ماشي الحال، احسن شوي. عم تجعل كثير؟ ولك الا هوي، بعدين بتزعل كل ما وقفت عند هواي عم تنوف. هوي لساتها عم تجعل؟ لا هيك ما عم تنوف. وهي لك عم تنوف. وهي ما عم تنوف. وهي لا عم تنوف. وهي وهي شوي شوي شوي. يا لطيف، الواحد ما لازم يترك الرياضه، كتفي رح ينخلع. الله يصلحك، انت ما بتشفق على حالك، ساعتين من الضرب المتواصل، كنت خد لك استراحة. ايش بدي ساوي يا حيار؟ من قهري ما تحملت انه اولادي يسرقوا. ليش وقفتي؟ لحظة لحظة. مروان؟ هيثم شلون سرق؟ شو شلون سرق يعني؟ فات على اوضة النوم، فتح الخزانة واخذ المصاري. اللي بقصته شلون بده يسرق مصاري اذا كان بالاساس ما كان في مصاري؟ شلون ما في مصاري؟ ليش وينه المصاري؟ مو امبارح انا اعطيتك ياهو. يا لطيف على النسوه، لك ليش ما سكرتيني؟ ما خطر على بالي. بدي اقوم كسر له راسه لهالواطي. ليش؟ لك شلون بيعترف انه سرق؟ رجال هو ولا مو رجال؟ رجال، بس مشان خلص جندل من بين ايديك اعترفت، شفقت عليه من كتر ما ضربته. عفارم عليك. هلا عجبتني ولا هيثم؟
هيك بدي اياكم على طول تحبوا بعضكم. قوم معي لشوف. يلا لوين؟ على الصالون. حابب اقعد انا وياك واشرب لي كاسه شاي. على شو بدي قوم؟ ليش خليت لي رجلين؟ عم ينقفوا علي نقف. يلا قتله وبتفوت وما حدا بيموت. هولو هولو. ما عم تنقف. عم تنقف. عم تضحك ولا عم تبكي ولا؟ هلا قلت لي رجال عم تنقف. وابنك عادل وينه؟ ها؟ بالبيت؟ لا بالشغل. وين بيشتغل؟ ها؟ معمل الجرابات. ليش عم تسأل؟ روح جيب لي اياه من معمل الجرابات وسبقني على المخفر يا صابر. حاضر سيدي. ليش بده يجيبه على المخفر؟ ابني عادل ما دخله، اصلا ما بيعرفه بقصة الشنتاية كلها. وليش خايفة انتي؟ ها؟ شو حناكله نحنا؟ كلهم كلمتين تحقيق، وإذا مو عامل شيء رح نرجع لكم اياه. أنا ما خبرته بقصة الشنتاية كلها، لأنه إذا بده يعمل شيء ما بيعمله، لأنه ما بيعرف. قال يعني إنك حتخبريني إذا أنت مخبرتي. قوم أبو رؤوف. لوين؟ لعند ابنك، ما بدنا نعرف شلون راحت الشنتاية، ها؟ عن إذنك بس دقيقتين لغير أواعيك. روح غير أواعيك، والحاني على السيارة أنا سابقك. معمل جرابات التيلي، ها؟ يا اختي، قلت لك احكي عن الشنتاية، بست لك ايدك وقلت لك وين الشنتاية شي؟ دخيلك يا ام عادل، دخيلك لا تأخذيني. مرحبا لا تأخذيني، هلا بيرجعوا لي الولد، ورمان بسبب الشنتاية. الله ينحس هالشنتاية مثل ما نحستنا، من يوم ما دخلت بيتنا ما شفنا الخير. طيب ضروري تقولي للشرطة إنك خبرتيني بالشنتاية؟ ولا أنتو شاكين فينا شي؟ أعوذ بالله يا أم عادل، بس سألني الشرطي قدام مين حكيتي؟ ما قدرت أكذب. هلا منشوف البصمات ومنعرف. سيادة المساعد كلياتنا بصماتنا على الشنتاي، ما ضل حدا الا مسكها. مين بيعرف انه الشنتاي عندكم بالبيت؟ ما بشك بحدا سيدي، ما بشك. انا ما عم بسألك بمين بتشك، انا عم بسألك مين بيعرف. يعني حكيت قدام حدا؟ ما حكيت قدام حدا، ما في غير مروان وعدنان هن اللي بيعرفوا. ايوه. ومين مروان وعدنان؟ رفقاتي بالشغل سيدي. رفقاتك بالشغل، حلو حلو. صابر. نعم سيدي. بتاخد مروان وعدنان وبتسبقني على المخفر لبين ما اجي. حاضر سيدي. سيدي شو عم تحكي انت؟ مروان وعدنان مستحيل يكونوا هن اللي سارقين الشنتاية. لا تخاف، انا ما عم بتهمهم سيدي ما في داعي تحقق معه. لك هلا فكروني طاقلهم برغي، مستحيل يعملوا هيك شيء هن، مستحيل. وشلون بدك يعني اعرف الحرامي؟ الشنتاية ما حدا بيعرف شو كان فيها، إذا ما عملت هيك مستحيل وصل لنتيجة. عماد لا تعطل سيادة المساعد، حاجة قري خليه يعرف يشوف شغله. أنتو شو جا على بالكم تفتحوا الشنتة مع إنه أبوك موصيكم ما تفتحوها؟ سيدي عمي ليش عم تنكشيني؟ عمي سيدي عمي أبوها هو اللي أصر نفتح الشنتاية، قال بركي حاطت فيها أبو همام ممنوعات. صبري. نعم سيدي. بتروح بتجيب لي أبوها وبتسبقني على المخفر. حاضر سيدي. وهي عمك صار بالمخفر؟ كله منك انبسطت هيك؟ هي طقت له برغي لأبي. سيدي أبي ما كان معنا، أبي ما دخله. مع احترامي لأبوكي بس لازم حقق معه. مشان شو بدك تحقق معه؟ أصلاً هو كان معنا وقت فتحنا الشنتاية. مرة تانية مع احترامي لأبوكي، بس بركي عامل كل هالقصة مشان يضللنا. وليش لحتى يضللكم؟ مع احترامي لأبوكي مرة ثالثة، بس أبوكي من بين كل المشبوهين هو الوحيد اللي بدائرة الاتهام. أبي؟ إيه أبوكي، لأنه عنده إمكانية يحصل على المفتاح. أصلاً أبي معه نسخة على المفتاح من زمان. في مرة فقدنا شي من البيت؟
لانه ما كان في شيء ينسرق، بس هلا لما صار في شيء ينسرق بينت النتيجه. البارودة وحرقناها قدام المساعد، مشان شو طالبيني؟ اي مو منشان البارودة طالبينك هالمرة، منشان سرقة. سرقة؟ أنا ما سرقت شيء. إيمانك متهم مشتبه فيه، تفضل. طول بالك، ما بقى إلا سرقة. مين الحمام حياة؟ يمهل ولا يهمل، دخيل اسمه. خراسولا، عيب تشمت بأبوك؟ ماني شمتان، بس مشان يعرف تاني مرة ما يتهم عالم إذا مانه متأكد. أبوك ما اتهمك. لو كان بده يتهمك كان دغري سألك، بس انت اللي اعترفت دغري. لو كنتي مطرح وكنتي اعترفتي من اول خيزرانة ما كنتي صمتتي قد هيثم. ست حلقك ولا مناصح حدا يعلمني غيرك. لك اخي طول بالك وفهمنا بس بشو متهمين. مشتبه فيك مو متهم. بشو مشتبه فيه؟ سرقة. فشرته بنص عينك، عدنان بيكسرها لايده قبل ما يسرق. سعاد لا تكبري كلام مع الرجال، عم ينفذ اوامر ماله تار معنا. شلون بيعطوا اوامر قبل ما تثبت التهمه؟ لك ما في تهمه، عم يقول لك مشبوه. اذا مشبوه بيجوا بيشحطوك من البيت. هلا الجيران اذا شافوك شو بدهم يقولوا؟ مو اول واحد انا شحطه الشرطه ولا اخر واحد، الجيران رح يتفهموا. لا ما رح يتفهموا، رح يقولوا ابصر شو عامل. شو لك اخي شو عم تستنى؟ خلصني. هيك بدك تنزل بالبيجامه؟ معك حق لحظة لفوت غيرها. لا نكاية فيك، بدي نزلك بالبيجامة. تعال شو عجبك؟ عجبك؟ طول بالك. عجبك؟ عدنان؟ عدنان وين رايح؟ عدنان؟ عدنان؟ أنا أسرق بيت بنتي؟ شو هالحكي عم تحكي سيادة المساعد؟ إذا بدي أسرق وأسرق بسرق من بيت غريب وبجيب لبيت بنتي، ما بسرق من بيت بنتي وبجيب لبيت الغريب. هلا أنا ما بفهم هالحكي، الباب لا مكسور ولا مخلوق وما حدا معه مفتاح غيركم. طيب لو انا سارق كنت نبهتهم يفتحوا الشنطه ويكتشفوا السرقه. افهمتني، ذكي كثير. لك السيناريو تبعك. قول. رحت لعند بيت بنتك لانه بتعرف انه ما في حدا هنيك، سرقت محتويات الشنطه ورجعت، وبعد ما رجعت تذكرت انك مسكت الشنطه بايدك. كمل لك السيناريو ولا فهمت؟ لا ما فهمت، لأنه أنا بفهم بالسيناريو. لح كمل لك السيناريو تبعك. بعد ما رجعت وتذكرت أنك مسكت الشنطة بإيدك وأنه بصماتك على الشنطة، افتعلت كل هالقصة أنك بدك تشوف شو في بقلب الشنطة مشان تمسك الشنطة قدام الكل. يا سيادة المساعد، مع احترامي لمواهبك، هذا السيناريو تبعك فانتازيا بوليسية، لأني أنا ما طلعت من البيت إلا أنا ومرتي وبنتي. وبركي متفق أنت وحدا زتيت له المفتاح من الشباك. معناها مشان شو قلت له يفتحوا الشنطة؟ إذا زتيت المفتاح لحدا بصماتي مو على الشنطة. يعني بفهم منك إنه بتنكر التهمة. قبل ما أنكر أو أعترف بدك تجاوبني على سؤالي. أي سؤال؟ حسب أول سيناريو، سيناريو تبعك، ها انا قلت له نفتحوا الشنطه مشان البصمات لاني انا تذكرت انه ماسك الشنطه. ايه وشو المطلوب؟ وحسب السيناريو الثاني زتيت المفاتيح من الشباك لحدا. طيب انا ليش قلت له نفتحوا الشنطه؟ فهمنا بقى خلاص. لا ما فهمنا، بدي اعرف. زبط لي هلا شوف. يعني مصر طارق؟ ايه طبعا مصر. اذا كان مصر ماشي يا صابي. نعم سيدي. خد لي يا لجوة ودعم لي يا بكاسة شاي مرتبة على كيفها. ايه ألف طلب مثل هالطلب. حاضر سيدي. لك شو حاضر؟ طول بالك. الله يوفقك. لك بتتهمني؟ لا 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 ما متهمك، بس شغلة بدها وقت لحتى تزبط، يعني بدها تفكير، يعني الشغلة مو هيك. ايه ما بدها فوت أنا جوا، أنت أبوها دغري بتهلا. لا 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 أنا ما في أخشم مني، بجوز ترحلها يومين ثلاثة لبين ما لاقي الحل. لك يا سيدي أنا ما بدي الحل، كيف ينتهي المسلسل ينتهي ما بتفرق معي. لا انا بدي. طيب خبرني بالتليفون الله يوفقك. التليفون مو للاستخدامات الشخصيه. تذكر بين الله ضرر لي اياها مشان هدان الله يوفقكم. وهي البوسه. ماشي اتركه يا صابي. روح بس مره تانية اوعك تسالها. اعوذ بالله، بس انا بجاوب السؤال لغير الله مذله. يلا السلام عليكم. شو مروان طمني؟
ما في شيء، سألوني كم سؤال، إذا جبت سيرة قدام حدا أو حكيت لحدا، وبعدين قالوا لي الله معك. وحققوا معك كثير؟ فشرت بعينك حدا يمد إيده علي، أنا مروان الجنبين ولا؟ أبي لا تعمل حالك محمد علي كلاي، لما بدهم يمدوا إيدهم على واحد ما رح يسألوا عنه، حماد ربك اللي نفت هالمرة. حبيبي هيثم أنت صار فيك نحس على رجليك هلا؟ إيه. برم لك ياهم مرة ثانية؟ شبك مروان؟ الولد عم يمزح معك باين هاد الشيء، بعدين إلك لسان ولا مالك؟ إلي. استخدمه. اترك الفلقة والخيزراني لوقت الشدة، الخيزراني حقه مصاري، أما الحكي ببلاش. خلص بقى أنت وياه، ماني فاضي للمناقشات هلا، راسي عم يوجعني. كل واحد يوم ينطلق على غرفته، جندل، ساعد أخوك يلا. عائدة، انطلقي على غرفتك. بسرعة. الله يقيمك. شو بدنا نقول لأبو همام هلا؟ لك مو نحنا شو بدنا نقول، هو شو بده يقول علينا؟ الحق عليك، ما لقيت إلا عمادة تحطها عنده، حطها عند مين ما كان. لك إذا ما أمنت بابني، بمين بدي أمين؟ أنا ما عم بحكي عن عماد، أنا عم بحكي عن ميساء. بلا حكي فاضي أم رؤوف، ميساء صاحبة أماني. أنا ما عم بحكي عن ميساء، أنا عم بحكي عن أهلها. سكتي سكتي، عيب. صحيح جميل يعني ما بينطاق، بس مو معقول يعملها. أنا ما عم بحكي عن جميل، أنا عم بحكي عن أمها. يعني أمها اللي سرقت الغراض؟ عيب، عيب عليك أم رؤوف، إن بعض الظن اسم. أنت ليش ما بتفهم علي غير حرفيا؟ أنا ما عم قول سرقتها، بس ميساء ما في أكتر من حكيها، بتكون خبرت أمها، وأمها خبرت نص البلد، بتكون وصلت القصة للجزيرة. فهمت قصدي؟ لا لا لا، ما بظن، ما لحقت توصل للجزيرة، كان زعوها خبر عاجل. أما لميساء ما لحقت تحكي لحدا، الشنتين سرقت بالوقت اللي كانت ميساء عم تحكي فيه مع أمها. لكن شو بتظن؟ الحرامي، الحرامي كان مراقبني طول الوقت، ما في غير التفسير. بحياتي كلها ما تعرضت لهيك موقف، لو كانوا أخذيني بتهمة قتل كان أسهل لي. طول بالك، طول بالك، الحمد لله مضيت على خير. مين قال لك مضيت على خير؟ طلعت علينا السمعة وخلاص. سمعت شو؟ لو كان في علينا شيء ما كانوا طالعونا. انت ما بتعرف الناس شو عم تحكي، لو بتعرف شو عم يحكوا عنا بالحارة. شو عم يحكوا؟ قال انا دبرت واسطة حتى طالعوني. حقكن علي يا جماعة، انا السبب. بس ما كنت عارفها، ما كنت عارفها انه بدي اشكو. لو كنت عارفها ما كنت جبت سيرة منو. يلا معليش، هي درس مشان تاني مرة اذا وقعت ما تذكر اي اسم قدامهم، لانه اي اسم تذكره راح يقشوه، معروفة هي. زلت لسان، نسيت اني عم بحكي مع شرطي. شرطي اختصاصه الشك. والمشكلة ما بنعرف عن شو عم يسألونا. انا حاول يزلقني، قال لي وين رحت بالصيغة؟ بده ياني يقول له انه مو صيغة، مشان يعرف اذا بعرف شو في جوات الشنطة ولا لا. ما بظن كان عم يزلقك، كان شاكك بعمي جميل اكتر شي، وإلا شوي لبسوا التهمة. خرجوا الله ليقيمه، ضروري كان يفتح الشنطة يشوف شو فيها. لا يا رجل، كتر خيره، بركي الشرطة بتلاقي المسروقات قبل ما يرجع. إيحاش حكي فاضي، شو بدها تلاقي الشرطة إذا ما بتعرف على شو عم تدور؟ يعني بلكي، يعني بلكي. بالعلم الجنائي ما في بلكي، إذا ما في قرائن وأدلة ما بينكشف شيء. تفضل سيادة المساعد. طمني سيدنا، إن شاء الله أمحت. أمحت شو؟ ما بنقدر نعمل شيء قبل ما يرجع أبو همام ويفهمنا شو كان بقلب الشنطة. دخيلك يا سيادة المساعد، أنا بدي القصة تنكشف قبل ما يرجع أبو همام. ولي ما بدي أبو همام يعرف بالقصة كلها، فضيحة. أبو رؤوف، أنا مالي ساحر، بدي أعرف شو المسروق حتى أقدر أدور عليه. يعني ما في أمال؟ كل شي بقدر عامله عملته، كل مين سمع بالشنتاي جرجرته على المخفر وحققت معه، شو بقدر أكتر من هيك أعمل؟ شوفوا أصحاب السوابق، مو الشرطة في خدمة الشعب. شو بدي شوف فيهم؟ إذا الحرامي اللي سرق لك الشنطة فات لعندي على المخفر وحامل مسروقات بإيده، إيه ما حعرفه، لأنه أنا أساساً ما بعرف شو المسروقات. لذلك بس يجي أبو همام بتخبرني فوراً. مفهوم؟ مفهوم سيدي، مفهوم. أبو رؤوف، أبو رؤوف، الحق حالك. خير أبو همام. أم همام جايين من السفر وطالعين على الدرج. كمل النقل بالزعرور. أبو رؤوف، روح جيبه لأبو همام. حاضر سيدي، حاضر. يا فضيحتنا، يا فضيحتنا معه، شو بدنا نعمل؟
لا تخافي يا اختي لا تخافي، ما في حرامي الا ما انكشف، المساله مساله وقت، وهي هي نحن شغلتنا، نحن بخدمه الشعب. تفضل. خير ان شاء الله، شوفي فوت شوف الشوفي. تفضل. مرحبا. اهلين، اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه. شو كان في بالشنتايه تبعك ابو همام؟ انا شنتايه؟ لك شلون انه شنتايه؟ الشنتايه اللي تركتها عندي. تذكرت. فاضية ما فيها شيء. لك شلون فاضية؟ ليش تركتها عندي امانة لك؟ هلا فهمك. هات لنشوف، فهمنا هالدويخة. يا سيدي ما انت، هذا في واحد قبل ما سافر باسبوع عمره ابني، عم يدور حوالين البيت، الظاهر بيعرف اني مسافر. ايه. شفته عم يقعد بالقهوة، لذلك تقصدت اعطي ابو رؤوف الشنتاية بالقهوة، خصوصي مشان يسمع. وليش عملت هيك بقى؟ مشان حول له انظاره عن البيت، قلت لحالي منضرب عصفورين فرد حجار. وشو هالعصفورين بقى؟ منه بينكمش اذا حس عليه ابو رؤوف، ومنه اذا ما حس عليه ابو رؤوف بيطلع بالبقعة. الو ام همام؟ اهلين. ايه ام همام على التليفون. ايه ام همام، شو في خير؟ شو هالحكي؟ طيب طيب، لا تدقري شيء، هلا بخبر الشرطة. خير شو في؟ بدي تلفن للشرطة، البيت مسروق. الاك الشرطة. شرف اخي شرف. شرف هلا شرف. على البيت مشان نفتح تحقيق. شرف. ابو رؤوف، إذا صار معك شيء خبرني، مفهوم؟ إذا شفت الحرامي بدي بوسه من بين عيونه، لأنه هذا أبو همام بيستاهل أكثر من هيك. حرقنا عصابنا، الله لا يغفو. بس أنت اللي احترقت عصابك، ولي على حظي. نحن راحت علينا، هاد مستواي، أكثر من هيك ما حد يطلع. بتعرفوا أنا كيف كنت متخيل يكون مستقبلي؟ كيف؟ كنت أحلم هيك إنه يكون عندي فيلا كبيرة مثل القصر، حواليها غابة فيها شجر كتير. كلياتنا حلمنا فيها، ما في مراهق ما حلم فيها. مو هون القصة. تعرف مين كانت مرتي بهذيك الفترة؟ مين؟ بالقصة يعني برجيت باردو. كنت أحلم كل يوم الصبح هيك تجيب لي القهوة على البلكون بتقول لي تفضل يا ابن عمي بالفرنسي. عادية هاي القصة. أنا من صف السابع لصف العاشر وأنا أحلم إنه بحب واحدة ممثلة، ويا سيدي لو ما تجوزت ميساء كنت لهلا لساتني عم حبها. مو هون القصة، مو هون القصة. القصة إنه أنا كنت أحلم أقعد هيك بمكتبي بالقصر، يعني هالقصر في شي 100 غرفة، قاعد هيك يجي ابني يقول لي بابا أنا مليت من هاي السيارة تبعي، ومد إيدي على جيبتي وقول له خد روح اشتري إجنس جديدة وصف هاي بالكراج. يقوم مين يزعق؟ أخته. قول له ولا يهمك حبيبة قلبي، أنت خدي كمان، خدي روح اشتري إجنس كمان مثله. إيه أحلام، بس كل شي طلع بالعكس. تعرف لك مروان، أنا كنت متخيل حالي صير عالم كيميائي. بهالمخبر ما رح تصير أكثر من هيك، رح تضلك مثل جميل لحتى تطلع تقاعد مثله. هذا المخبر مقبرة العلم. صباح الخير. صباح النور عليك. أهلا محمود. وين مختفي أنت؟ مرقت كذا مرة على القهوة ما كنت لاقي. راحت أيام القهوة، غرقان لشوشتي بالشغل. ليش عم تشتغل؟ شوفير. شوفير؟ شوفير على تاكسي؟ لا مو على تاكسي، عم بشتغل شوفير عند واحد من أثرياء البلد، ماجد دنباري إذا بتعرفوه. يخرب بيت قلبه، صاير عم ضربها لفوق كثير. شوفيره الشخصي الشخصي؟ وصهره الشخصي، بنته عم تنقر علي، بنضر علي. معناته الحديث متسن، شرف على البوفيه لحتى نحكي. مستعجل مستعجل، وأنا مو جاي لعندك، جاي لعند مروان. لعندي أنا؟ شرف. شو ها؟ هي بطاقة دعوة لعرس ابنه السيد ماجد. ماجد دنباري ما غيره؟ ايه ماجد دنباري ما غيره. دخلات، انت منين بتعرف ابو العروس؟ مين ابو العروس؟ شو بعرفني فيه؟ ما بعرف، انا مبارك كنت اخذهم مشوار بالسيارة، قام بيقول له للسيد ماجد لا تنسى تودي بطاقة دعوة لمروان الجنبين. ها؟ قلت له انا بعرفه لمروان الجنبين، قال لي لكان خذ هي ودي له اياها. ناظم فراد، ناظم فراد، ايه بحياتي ما سمعت بهالاسم، بس على الاغلب على الاغلب ها يكون من قرايبين حياة.
أول مرة بسمع بهالاسم. لكان من وين بيعرفني؟ شو بعرفني؟ شو يعني؟ نروح ولا ما نروح؟ طالما الشغلة ببلاش خلينا نروح، شو خسرانين نحنا؟ خسرانين كتير. أنا بدي طقم وأنت بدك فستان، الحفلة بالمرديان مو بمطعم أبو عبود. إيه شو علي؟ أنت بتشتري طقم وأنا بشتري فستان. أنا برأيي بلالنا هالروحة، مالنا قد هالشروة. وأنا برأيي اشتري طقم، لأنه هيك هيك لازمك طقم للمناسبات. وأنت؟ أنا بروح معك هيك بالأواعي اللي عندي. ما بيصير، ما بيصير الحكي ها، مشان يحكوا علي العالم يقولوا طقم حاله وزابل مرته. طيب خلينا نروح ونشوف، بجوز ما تكون الأسعار مرتفعة. طيب خلينا نروح نلبس أحلى شيء عنا ونمشي يلا. وليش لحتى نلبس أحلى شيء؟ شو بطريقنا بدنا نروح لنا على عرس تاني؟ لا مو هيك، مشان إذا فتنا على شيء محل محترم ما يقلعونا. لك نحسبها منيح نحن. وين الأولاد؟ عايدة جوا، وهدوليك القرود ما بعرف وين عم يلعبوا. يقطع عمره هالمحمود، ما في منه فايدة بنوب بنوب. تفضل. ليش بقى؟ السماوي إيدين. طالما هداك ما بيعرفوا لمروان، كان عطاك البطاقة لك، كنا رحنا على أساس أنت مروان الجنبين. شو بدنا نروح نعمل؟ ما بعرف، مش زي شفنا الناس اللي بتصير بالمريديان، دائما دائما بقرا عنا بصفحة المجتمع. ما في شيء بيزعجني بهالمجلات غير هي اللي اسمها صفحة المجتمع. ليش؟ لأنه بيكتبوا عليها صفحة المجتمع، وكأنه الناس اللي عم بيحكوا عنهم فيها هن اللي بيمثلوا المجتمع وبس. قلتك هدول بيمثلوا 2% من المجتمع، إذا بدهم يحطوا المجتمع عن جد يحطوا للناس اللي بصير بالدرعية وبالزعطية مو بالمريديان. يا أما يضيفوا كلمة المجتمع الفوقاني مشان نميز. قوم افتح الباب. أهلين محمود. مرحبا. شو قصتك انت؟ يا تنسانا شهر يا بتذكرنا شهر، لسه اليوم الصبح شفتها. شو عم تقلقني انت؟ برجع ها. تعال ما عم بلعب، تشرب قهوة بعدين بنقلعك، انا وقت القيلولة ما بقدر الا نام. مرحبا مساءو. أهلين. شلوني؟ الحمد لله. شو بكي؟ تكوني متضايقة انه اجيت لعندكم؟ لا 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 بالعكس، تماما بالعكس. ميساء سوي لنا قهوة الله يرضى عليكي. ايه تفهمينا. انا مو جاي مشان اشرب قهوه، جايك مشان شغله مهمه كثير بدك تساعدني. شو هي الشغله؟ خيو المعلم اكتشف انه انا بحب بنته. مدري ليش قلعني. ايه طبعا بدي اقلع، على قد بساطك مدري رجليك. ايه بجوزها للحمار ولا بجوزك اياها؟ انا جاي لعندك مشان تربيني ولا مشان تساعدني؟ شو بعدي؟ شو بدك اياه يساعدك؟ تروح تعملوا له قتله يعني؟ شوف الثانيه مو قتله، بس انا بستحي احكي مع مروان، بدي عماد يحكي لي معه. ومروان شو دخله؟ شو دخله؟ معلمنا بيحترمه كتير ويمكن بيخاف منه. لا تسالني ليش، لله في خلقي شؤون. على شو بده يحترمه او يخاف منه لمروان؟ هلا مروان صار بيخوف. انت شو عرفك؟ بركي كان يشتغل عنده لمعلمنا. بركي كان يشتغل عنده وماسك عليه شي ممسك. كان حكى لنا. اي ما بيحكي لنا ومو ضروري يحكي لنا، معلمي روحاته وجياته ما بتنحكى. مو انا شوفيره وانت صديقي؟ ايه. ما بسترجي احكي لك وين بيروح مع مين بيقعد. طيب خلص ولا يهمك، هدي حالك، كفايه ببعضك، بكره بحكي لك معه لمروان ولا يهمك. قلت لك من اول بلاها الروحه بلاها الروحه، ما كنت تقتنعي، نحن مو قدرتنا. لك بدي افهم بس هذا الفستان يعني ليش ب 12000؟ هذا ارخص شيء عندهم كمان. تعرف نحن ما كنا لازم نروح على محل فخم. ما لازم نروح على اي محل بنوب، ارخص طقم اللي باللبس اقل شيء حقه 3000 ليره، وارخص فستان ب 3000، وهدول ما بينفع فيهم على المرديان. بعدين انت شلون بتقول له لف لي اياهم؟ قلت لحالي جن الرجال. يا ستي يلفهم بيرجع بفكه. ما حلو، هلا بيستنانا. يستنى. شو بده يقول صاحب المحل؟ يقول اللي بده يقوله، شو بده يقول يعني؟ دخيلك. اصلا وشي ما عادي. شبك؟ الهوية ضايعة. بركي ما اخذتها معك لبرا؟ أعوذ بالله، أنا ما بطلع بالهوية، اتفقدتها قبل ما نمشي. يو وين بدها تكون رايحة؟ مروان معقول يكون حدا منشترك بالطريق؟ شو حدا ينشترني؟ أكيد واقع بغرفة القياس لما عتقيس البنطلون وطخيت لتحت، ما في غير هيك. روح جيبها. بالله إذا رحت بدي اضطر أخذ الأغراض، مو قلنا له راجعين. شو هالحكي؟ لا تكون بدك تسامحه بالهوية. شو بدي سامحه بالهوية؟ ما سامحه بالهوية، بكرة الصبح بروح باخذ الهوية بقول له أنا راجع من الشغل باخذ الأغراض. يه وبركي قال لك تعال تفاح. بقول له بس ارجع، شو الشغله اجباري يعني؟ ماشي.